وأخيرا صرنا لوحدنا. عارف إنك مشغول وجالس تحسب عشان تأمن مصاريف البيت، طلعنا طيار. بس مشكلتنا هذه الأيام غلاء المعيشة والمقاضي كلها ما بترحم يا سيدي. إذا مصروف الحفاظات قد كده، والله كان بودي أسيطر على الموضوع بس. أهو تفضل. أنا في رأيي لازم حل تاني. أمن مستقبل عائلتك مع فرصة العمر في موسمها الرابع من MBC، مليوني ريال سعودي وخمسة رابحين. فقط أرسل كلمة عمر أو في إلى الرقم المرادف لبلدك. طب ممكن لو سمحت تغير الحفاظ؟